سيدي دار العمله تعزيز قدرات الجهه الفاعله المحليه وتشجيع الباحث والابتكار تنفيذ استراتيجيه التسويق والتقنيه. اجراءات: الاجراء الاول بناء وتشييد مقر تشييد العمل الفاس التكلفه 10 مليون ريال برنامج شركاء المحتملون جهه فاس الناس البرمجه 2018-2019. الاجراء الثاني اعداد برنامج لتكوين الموظفين المنتخبين تكلفة 440,000 درهم، الشركاء جهة فاس مكناس مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية البرمجة 2018-2022. الإجراء الثالث تكوين ودعم التعاونات والجمعيات المختلفة جماعة الترابية للعمالة فاس التكلفة 900,000 درهم، الشركاء جهة فاس مكناس الجماعة الترابية برمجة 2018-2020. الإجراء الرابع إعداد برنامج تدبير توقع الوظائف والمهن التكلفة 200,000 درهم شركاء مكتملون جهة فاس مكناس مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية البرمجة 2019-2021. مؤشرات قياس تأثير برنامج التنمية على عمالة فاس بالنسبة للمؤشرات البيئية بالنسبة لتقدير السائل نسبة الراكب الوسط الحضري الحالة الراهنة 190 النتيجة المتوخات 100%. نسبة الراكب الوسط القروي 30% نتيجة متوخات 46%. تطهير الصور نسبة التغطية 90% نتيجة متوخات 100%. حدائق العمومية المساحة 15 هكتار نتيجة متوخات 37.5 هكتار. تشجير المساحة 59 هكتار نتيجة متوخات 80 هكتار. المؤشرات الاجتماعية بالنسبة لقطاع التعليم نسبة المؤسسات التعليمية في حالة جيدة الحالة الراهنة 48% نتيجة متوخات 90%. نسبة التمدرس 96.95% نتيجة متوخات 92.5%. نسبة التمدرس للفتيات بالوسط القروي حالة راهنة 83.6% نتيجة متوخات 92.7%. نسبة الهرم المدرسي حالة راهنة 15% نتيجة متوخات 0%. نسبة قطاع الصحة عدد الساكنة لكل مركز صحي 30,087 نتيجة متوخات 12,123. عدد الساكنة لكل سرير الحالة الراهنة 2237 نتيجة متوخات 1000. عدد الساكنة لكل طبيب عام الحالة الراهنة 9546 نتيجة متوخات 3981. عدد الساكنة لكل ممرض الحالة الراهنة 6152 نتيجة متوخات 4408. بالنسبة للشبكة الطرقية الطرق الإقليمية في حالة جيدة الحالة الراهنة 46% نتيجة متوخات 100%. الطرق الحضرية في حالة جيدة الحالة الراهنة 65% نتيجة متوخات 100%. الطرق القروية في حالة جيدة الحالة الراهنة 60% نتيجة متوخات 100%. بالنسبة للمأسرة للشرط نسبة 98% نتيجة متوخات 100%. المؤشرات الاقتصادية بالنسبة لقطاع الصناعة الإنتاج بالمليون ديال الدرهم 2,079,410 نتيجة متوخات 9,292,122. بالنسبة لقطاع السياحة الطاقة الاستيعابية 9,205 نتيجة متوخات 12,205. بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية معدل المساهمة بالرأسمال 16% نتيجة متوخات 25%. بالنسبة لقطاع الفلاحة مساحة الحبوب 11,000 نتيجة متوخات 9,900. مساحة الأراضي المزروعة بالخضر الحالة الراهنة 3090 النتيجة 3399. مساحة الأشجار المثمرة 5226 نتيجة متوخات 5946. عدد رؤوس القضية 26200 نتيجة متوخات 30000. الميزان المتعدد السنوي في ربط الأمش تنمية عمالة فاس. بالنسبة للأنشطة والمشاريع هي أساس قوية الطرق الإسلامية في جامعة فاس 2016-2018 تهيئة تقوية طرق الأحياء الصناعية لجامعة فاس 75 مليون ديال الدرهم مساهمة مجلس العمالة 5 مليون ديال الدرهم في سنة 2019 إحداث موقف للسيارات الأرضية جامعة فاس 50 مليون ديال الدرهم مساهمة مجلس العمالة 20 مليون ديال الدرهم ب 2019-2020 تهيئة تقوية طرق جامعة مشوار فاس جديد 9 مليون 200 ألف درهم مساهمة مجلس العمالة 4 مليون 600 ألف درهم في 2019 1,150,000 2020 1,150,000 وفي 2021 1,150,000 و2022 1,150,000 بالنسبة لتهيئة الشارع العلمي لجامعة المشروع التجريبي 1,250,000 مساهمة مجلس العمالة 625,000 بسنة 2018 إعداد وتقوية طرق في طبقتين الإسفلت بجامعة عين البيضاء 13,100,000 درهم في 2018 3,100,000 2013 حتى 2022 2,600,000 إعداد وفتح طرق جماعة الطيب 23,600,000 درهم
1,880,000 ما بين 2013 حتى 2022 1,750,000 تقدير تخصيص التلاميذ داخل مراكز الشباب جامعة فاس 300,000 درهم مسابقة مشروع عمل 150,000 درهم 50,000 درهم ما بين 2018 2020 إنشاء مركز الاستماع التوعية بجامعة المشروع الجديد 500,000 درهم مسابقة مشروع عمل 500,000 درهم ما بين 2019 حتى 2022 100,000 2020 150,000 2021 150,000 2022 إصلاح وبناء مؤسسة التعليم جامعة فاس 32,000 درهم مساعدة مجلس العمالة 7,600,000 درهم في 2018 2,500,000 درهم 2019 2,500,000 درهم 2020 2,600,000 درهم تربيم وتهيئة المدارس الابتدائية بجامعة عين بيضاء 800,000 درهم مساعدة مجلس العمالة 65,000 درهم في سنة 2019 تربيم وتهيئة المدارس الابتدائية بجامعة سيدي هرزون 2,000,000 درهم مساعدة مجلس العمالة 2,400,000 درهم ما بين 600,000 درهم على كل سنة من 2019 2022 بناء وتجهيز مطعم بالثانوية الإعدادية بجامعة سيدي هرزون 1,200,000 درهم مساعدة مجلس العمالة 840,000 درهم 420,000 في 2018 420,000 في 2019 تقييم وتهيئة المدارس الابتدائية بجامعة عبد الطيب 2,700,000 درهم مساعدة مجلس العمالة 1,080,000 درهم 360,000 درهم في كل سنة من 2018 2020 اقتناء سيارات النقل الدراسي لجامعة فاس 1,500,000 درهم 500,000 درهم لكل سنة من 2018 حتى 2020 اقتناء سيارات النقل الدراسي لجامعة سيدي هرزون 1,200,000 درهم ما بين 2019 و 2020 اقتناء سيارات النقل الدراسي لجامعة عين بيضاء 1,500,000 درهم 500,000 درهم لكل سنة من 2018 حتى 2020 اقتناء سيارات النقل الدراسي لجامعة الطيب 1,500,000 درهم 500,000 درهم عن كل سنة من 2018 حتى 2020 إحداث وتشغيل دار الولادة لكل مقاطعة جامعة فاس 36,000 درهم مساهمة مجلس العمالة 3,600,000 درهم 720,000 درهم على كل سنة من 2019 حتى 2023 تعاقد مع القطب الصحية 7,200,000 درهم 1,800,000 درهم على كل سنة من 2019 حتى 2022 شراء سيارة إسعاف مجهزة بجامعة الله الطيب 800,000 درهم عن سنة 2019 شراء سيارة إسعاف مجهزة بجامعة عين بيضاء 800,000 درهم في 2020 شراء سيارة إسعاف مجهزة بسيدة هرزون 800,000 درهم في سنة 2021 إنشاء قرية رياضية سياحية بجامعة الله الطيب 180,000 درهم مساهمة مجلس عمل أسفاس 18,000 درهم ما بين 2019 حتى 2021 3,600,000 درهم على كل سنة من غير 2021 اللي فيها 7,200,000 درهم بناء المدرجات مستودع الملابس والمرافق الصحية بملعب سيدي هرزون 2,800,000 درهم مساهمة مجلس العمالة 1,200,000 درهم ما بين 2019 و 2020 600,000 درهم على كل سنة بناء وتجهيز مرافق اجتماعية بجامعة عبيضة 800,000 درهم ما بين 2020-2021 400,000 درهم لكل سنة إحداث مركز سوسيو رياضي للقرب جامعة عين بيضاء 2,500,000 درهم 10 مساهمة عن سنة 2020 ترميم وتهيئة برج موري عمر جامعة المشروع الجديد 8,500,000 درهم مساهمة مجلس عمل 6,000,000 درهم 3,000,000 على كل سنة ما بين 2019-2020 عدد إيواء سكان المدارين بشراف تربة جامعة سيدي هرزون 3,000,000 درهم مساهمة مجلس العمالة 1,000,000 درهم 500,000 درهم على كل سنة ما بين 2019 و 2020 محور استراتيجي رقم 5,000 درهم مساهمة مجلس العمالة 800,000 درهم في سنة 2020 هي أسوأ سلسلة شبكات رسائل جامعة الله الطيب 20,000,000 درهم مساهمة مجلس العمالة 1,000,000 درهم 1,000,000 درهم في 2020 500,000 درهم ما بين 2021 و 2022 إعادة دراسة مطرح عمومي خاصة تخصيص تلوث النواء والفرشات لتد الفرشات المائية 1,000,000 درهم مساهمة مجلس العمالة 1,500,000 درهم في سنة 2018 هيئة حدائق العمومية بجامعة فاس 2,500,000 درهم مساهمة مجلس العمالة 250,000 درهم
2020 900 درهم، 2021 900 درهم، 2022 950 درهم. تلقية ديالو هي الجنباتية 10% ديال الدرهم، وسامسونج استعمل 2% ديال الدرهم. كتوزع ما بين 2020 2023 500,000 درهم عن كل سنة. هيئة وزارة الخيرات في جامعة فاس 14% ديال الدرهم. إعادة تأهيل المراحل العمومية بجامعة الشرطاج ديال 100 ديال الدرهم. هيئة وتغطية الخيرات بجامعة الشرطاج ديال 500,000 درهم، وسامسونج استعمل 2,250,000 درهم. هيئة الحدائق العمومية بجامعة الشرطاج ديال 100 ديال الدرهم، سامسونج استعمل 500,000 درهم. خطوة هيئة الحدائق العمومية بجامعة مطبية 3,700,000 درهم، وسامسونج استعمل 2,850,000 درهم. تسجيل الأراضي المجاورة للمحطة العمومية بجامعة العلا 400,000 درهم. تسجيل الأراضي بجامعة مطبية 400,000 درهم. تسجيل الأراضي بجامعة سلاح عاصم 400,000 درهم. المحور الاستراتيجي رقم 3 إعادة هيئة المنقص قروي الناشئ بجامعة مطبية 53,000 درهم، وسامسونج استعمل 5,300,000 درهم. إعادة هيكلة المنطقة القروي الناشئ بجامعة عندنا 53,000 ديال الدرهم، وسامسونج استعمل 3,300,000 درهم. إعادة هيكلة المنطقة القروي الناشئ بجامعة سيدي حازم 53,000 ديال الدرهم، وسامسونج استعمل 3,300,000 درهم. إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بجامعة فاس 35,000 ديال الدرهم، وسامسونج استعمل 3,500,000 درهم. إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بجامعة مشروع فلسطين 20,000 ديال الدرهم، وسامسونج استعمل 4,000 ديال الدرهم. محور استراتيجي رقم 4 تسجيل الأراضي الفلاحية بأشجار الفواكه وأشجار الزيتون بجامعة عين بيضاء 400,000 درهم بين 2013 و 2022. تسجيل الأراضي الفلاحية بأشجار الفواكه وأشجار الزيتون بجامعة اللطيف 400,000 درهم 2013 و 2022. تسجيل الأراضي الفلاحية بأشجار الفواكه وأشجار الزيتون بجامعة سيدي حرازم بين 2013 و 2022. دعم صناعة التقليدية 35,500,000 درهم، سامسونج العمل 3,550,000 درهم ما بين 2018 و 2020. تهيئة أسواق يومية وتحقيق مستهدفة عمل 26,000 درهم، وسامسونج استعمل 8,500,000 درهم ما بين 2018 و 2020. تهيئة تسويق المحلات التاريخية وتشجيع السياحة الرياضية والدينية بجامعة فاس 80,000 درهم، وسامسونج استعمل 12,000 درهم بين 2013 و 2020 3,000,000 عن كل سنة. اعتاد محافظة معدن استشفائي بجامعة سيدي حرازم 20,000 درهم، وسامسونج استعمل 20,000 درهم 2021 100,000 درهم، 2022 500,000 درهم، 2023 300,000 درهم. خلق أنشطة سياحية حول المنابع بجامعة عين بيضاء 600,000 درهم، وسامسونج استعمل 1,800,000 درهم 150,000 درهم عن كل سنة بين 2019 2022. تهيئة وتجهيز قرية سياحية بخرج المطار بتعريف وتصوير مآتي الطالب بجامعة ولاد الطيب 70,000 درهم، وسامسونج استعمل 70,000 درهم ما بين 2019 2022 1,750,000 درهم عن كل سنة. إعداد مدارات سياحية بين حالة صناعي وتصير حرص 25,000 درهم، وسامسونج استعمل 3,750,000 درهم 900,000 درهم عن سنة 2019 ما بين 2019 و 2021 و 1,050,000 سنة 2022. محور استراتيجي بناء وتجهيز مقر مجلس عمل أساس 10,000 ديال الدرهم 2013 5,000 ديال الدرهم 2019 5,000 ديال الدرهم. تكوين ودعم التعاونيات المشروعية الفلاحية بجامعة سيدي حرازم مولاي الطيب البيضاء 900,000 درهم ما بين 2015 2022 500,000 درهم عن كل سنة. تكوين مستمع للموظفي وأعضاء مجلس عمل أساس 2013 2022. تكوين صناع تقليديين مساعد مجلس عمل 250,000 درهم ما بين 2018 2022 50,000 درهم عن كل سنة. إعداد برنامج تدريب توفير الوظائف والمهني 200,000 درهم ما بين 2019 2021 50,000 درهم عن كل سنة 2021 100,000 درهم. حصة العمالة في برنامج التنمية بالنسبة للمحور الأول 2018 125,435,000 2019 38,010,000 2020 33,380,000 2021 13,470,000 2022 12,270,000 2023 27,000 درهم. محور جوج 5,700,000 2018 2019 300,000 درهم 2020 4,425,000 درهم 2021 3,437,500 2022 3,437,500 2023 500,000 درهم. محور ثالث 4,680,000 ما بين 2019 2023 عن كل سنة. المحور الرابع 2018 2,700,000 درهم 2019 9,100,000 درهم
2020 962 درهم، 2021 900000 درهم، 2022 800750000 درهم، 2023 500000 درهم. المحور الخامس 5390000 درهم 2018، 2019 3500000، 2020 500000 درهم، 2021 250000 درهم، 2022 150000 درهم. مجموع العام عام 2018 139229، 2019 7990000، 2020 52635000، 2021 30937500، 2022 22937500، 2023 6400000. بالنسبة للمحور الاستراتيجي الأول مجموع 223285000، المحور الاستراتيجي الثاني 17150000، المحور الاستراتيجي الثالث 23400000، المحور الاستراتيجي الرابع 33800000، المحور الاستراتيجي الخامس 16790000، مجموع العام 315425000. شكرا لكم. شكرا لكم سيدة ملكة مزياني على عرضكم.